صعب الشافي برضو قضية تسريب العقود، يمكن المستشار المطار تحدث في المؤتمر الصحفي عن قصة العقود وعرض زي ما قال الأستاذ مصطفى ناصر منسي. بتكلم على التوقيت واختيار اللاعب بالذات، يعني لعيب يكون وحش في ماتش يروح مطلعين عقده، لعيب ينور يروح مطلعين علشان يعملوا ايه؟ مشكلة له. يعني شايف القصة دي ازاي؟ شايف القصة دي ان هي يعني يمكن اخويا مصطفى قال ما فيهاش مشكلة، انا شايف فيها مشكلة. لان تسريب العقود ده عمل اجرامي غير اخلاقي والهدف مستهدف فيه نادي الزمالك. عمل غير اخلاقي مستهدف فيه غير مصطفى. اختلف معاه. ده عمل غير اخلاقي مستهدف بيه نادي الزمالك. هتقولي مستهدف ازاي؟ نشروا عقده على لاعب. عارف حضرتك نشر عقد لاعب يعني ايه؟ يعني حضرتك ضربت حالة الحب اللي بين الفريق. كل واحد فيهم بص في الورقة اللي جنبه. العقود دي ما فيش واحد بيعرف التاني خد كام. يعني ما هو هات ليفربول هات كل الانديه. لا بس في اوروبا معروفه. لا 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 يعني ممكن اديك رقم يعني محمد صلاح الناس بتحسب له مثلا يقول لك يا كمل يا منتصر اكمل يا منتصر انا هخليك اتكلم. لا اكمل انا. المنتاليتي في اوروبا غير اللي عندي هنا. انا هنا ببص في صفحه اللي جنبي بغير منها. العقليه يعني تغير العقليه الاول بعد كده تصرف. في ناس مغرضه وناس اجراميه يبقى لازم نغير العقليه اللي بيقول عليها الاستاذ مصطفى. ماشي يبقى انا شايفه انه كل لاعب مشكله. لاعب فيها نجم بياخد قرشين ولاعب دولي بياخد ثلاث قروش هتلاقي لاعب يا منتصر اكمل بس بدليل ان من ساعه تسريب العقود حاله الفريق حاله الحب راحت. ان كل واحد يخاف على الثاني. حاله الحب الفاكر الموسم اللي فات حاله الحب ايه ما ماتش المريخ ما الناس كانت بتحبه. لا لا حاله الحب اللي هي تموت نفسك في الملعب يا باشا. هم اللي كانت الموسم اللي فات هم ينزلوا عقود زي ما هم عايزين. فريق الزمالك مش هيتاثر ولا لعيب الزمالك هيتاثر. يا مصطفى الهدف بتاعه مش هيتحقق. انا عارف انه مش هيتحقق عشان موجود المستشار مرتضى منصور. بس اللي عاوز اقوله العقود مزوره. العقود اللي تم تسريبها كلها مزوره لا تحمل توقيع من فوضه مجلس الاداره للتوقيع على العقود هو النائب سليمان وهدان. هو المفوض والمجلس الاداره بالتوقيع على العقود. فالعقود كلها مزوره. وبدليل المستشار مرتضى منصور طلع في المؤتمر الصحفي وقال عقد المنسي اهو مش مزور بياخد 6 مليون مش بياخد 12 مليون. يعني المستشار كمان بيرد. فتسريب العقود انا شايفه عمل غير اخلاقي. عمل مدفوع له علشان يسرب العقود دي عشان يخلي اللعيبه كل واحد يبص على الثاني. ده واخد اكتر مني ده واخد اقل مني. انا مش دعوه باوروبا. اوروبا فيه منتاليتي مختلف عن اللي موجود عندي هنا. فده عمل انا بجرمه اجرامي وعمل اجرامي ما ينفعش. سؤال طيب يا كابتن طب ليه ما تسربوش عقود النادي المنافس؟ انا اقول لك يا استاذ عبد الشافي ليه ما سربوش عقود لعيبه نادي بيراميدز؟ ليه ما سرقوش عقود نادي الاتحاد السكندري؟ هو المستهدف نادي الزمالك. تمام رد انا في الجزئيه دي بعد اذنك. اتفضل يا استاذ منتصر. انا بتفق مع الاستاذ مصطفى جويلي وبرضه بتفق مع الاستاذ عبد الشافي في قصه انه اللي قام بهذا العمل فهو تصرف وضيع ورخيص من واحد حاقد وبيحاول يصدر ازمات لنادي الزمالك. انما بقول رساله للاعبتنا زي الاستاذ مصطفى اللي يسرب يسرب. بالنهارده كابتن النهارده انت بتتعاقد مع لعيب جديد بيبقى فيه معطيات انت وبتجيب اللعيب ده فيه منافسه عليه. فاللعيب ده ربنا رزقه كاتب له قرشين ثلاثة. كمان الناس بتبص للعقد لانه بيجي يجمع يا استاذ مصطفى بيجمع العقد على الاربع سنين. يقول لك ده اللعيب الفلاني هياخد 100 مليون. يا عم هو ماضي لسه بيخد مقدم عقد اول سنه ولسه في 25% لعب هو لعب ولا لا ولسه بعد السنه هيتم تقييمه هو كمل مع هيكمل مع النادي ايا ما يكون من النادي مش نادي الزمالك بس هيكمل ولا لا. فانت بتروح انت الصحفي او الزميل او على السوشيال ميديا حتى التسريبات الحاليه على السوشيال ميديا فده واحد معروف بينتمي للاسف اسما لنادي الزمالك فالهدف منه تصدير ازمات ومشاكل نادي الزمالك. انا بقول للعيبه ايه المشكله انه النهارده اللعيب في اوروبا بقول لك معروفه النادي الاهلي من سنتين بس احنا الاعلام بتاعنا الكيوت المحترم اللي بيحب العداله والنزاهه بيلقي الضوء على عود لاعبي نادي الزمالك. من سنتين يا استاذ كان زميلنا الاستاذ سعد صديق في البوابه نيوز نشر عود لاعيبه النادي الاهلي كلها وفيها تفاوتات من ضمنهم كهربا بياخد 11 مليون جنيه وما لعبش ب 10 جنيه كان من سنتين في النادي الاهلي. انما ما حدش اتكلم من ضمنهم والتر بواليا من ضمنهم جيرالدو من ضمنهم ميكيسوني من ضمنهم بيرسيتاو بيرسيناو والكلام ده كله اللي ابتدى ينبع دلوقتي. انما بقاله سنتين قاعد ب 2 مليون يورو ما بيعملش حاجه منهم سافيو اللي من اهاته ولمساته وتكاته وحركاته هيكسر الدنيا وقاعد اهو محدش بيقول سافيو فين. من ضمنهم احمد عبد القادر
اللي مسك ايد كولر بيسلم عليه بعد الماتش محدش جايبه، انما الاخ مهيب عبد الهادي قاعد مركز يقول لك في لعيب قال لاحمد عبد المقصود عشان شالوا من الماتش المريخ السوداني، مش عارف انت هتفتكر نفسك مدرب ولا طب ما تركز يا مهيب مع النادي الاهلي. اتكلمت على احمد عبد القادر والتصرف بتاعه ده، كتبت تويتات على احمد عبد القادر. احنا في نادي الزمالك يا كابتن مشكلتنا في اللي بيسرب واللي بيطلق شائعات على نادي الزمالك واللي بيصدر مشاكل لنادي الزمالك هو الاعلام اللي للاسف بيطلق عليه اعلام بيهد في المعبد، بيهد في نادي الزمالك وفي كيان نادي الزمالك. انما في كل الدنيا في لعيب النهارده ناشئ بيبقى طالب بيبقى عقده لما بيسمع ونور عقده بيتعدل بيوصل لرقم لما ربنا يكرمه كمان ويكمل ويلعب دولي يبقى له قيمه. ده المفترض الاستاذ امير مرتضى منصور دايما بيقول لنا ان هو شغال عليه. في يعني في درجات ودرجات، في درجات وربنا خلق الناس درجات بالظبط. انا اثق تماما ان المستشار مرتضى منصور في عداله في القصه، ولو لسه الظروف يعني حاله يا استاذ مصطفى في الفتره اللي فاتت ما بين انه مثلا يتم نظره لبعض العقود اللي هنا، وهو دايما بيبقى حريص على يعني اللي بيعطي وبيدي نادي الزمالك ويخلص نادي الزمالك انه ياخد حقه ثالث وانتهى. وياما في لعيبه تعدلت عقودها، ده طبيعي. انا مثلا بلعب مباراه جيت نادي الزمالك زي امام عاشور مثلا، صحيح ما هو اكيد ده اتعدل عقده في خلال السنوات اللي فاتت، ما رضيش يجدد لانه تالق ودخل وبقى دخل منتخب مصر وبقى فلازم اديله فئه اولى، فئه لو هو ثالثه تبقى ثانيه، لو ثانيه تبقى اولى. عبد الله جمعه طبعا مجموعه كبيره جدا لعيبه اثبتت وجودها لازم اديها. وامام نفسه حتى عاش كتير ما رضيش يجدد، ما رضيش يمضي عليه، عشان كده كان في فرصه انه يمشي ب 3 مليون دولار. والناس تقول لك اشمعنى 3 مليون، ما فيش عائد بيع، مفيش عائد بيع لانه العرض اللي كان جاي في حاله حط اعاده البيع هي 10% كان هيقف عند 2 مليون مش 3. قال له عايز اعاده بيع هيبقى الاستاذ امير حسب نسبه اعاده البيع ليها اقل من المليون الزياده اللي هيجي لو انت بعته. فبالتالي قال لك اخد 3 مليون كاش بدل ما بيعه ب 2 ويبقى في 10%. طب ال 10% من ال 2 مليون كام؟ هتلاقيها 500,000 مثلا. ده اعاده البيع بتاعت مصطفى محمد لما قريتها وقالوا لي كان مبلغ زهيد جدا 180,000. ايوه يعني انت لو حطيت مليون يعني وخدت كاش في التويت ده يعني احسن يعني من القصه. لو انت مثلا قعدت مصطفى محمد كان احسن. انا عايز اقول كمان لجمهور الزمالك في حته هو مش هيعمل لجنه باين؟ هيعمل لجنه يعني انت قعدت البيع بتاعته 100,000 دولار قال لك مش عارف المحل هتاخد ايه والطنط تاخد ايه، اتقسمت الليله لقينا احنا طالعين بكلام نادي الزمالك يا كابتن عشان في شفافيه وحياديه وما فيش من تحت الترابيزه وما فيش باكج اعلانات وما فيش مش عارف ايه والكلام اللي طول عمرنا بنسمع عنه ده. النادي الناس مش فاهمه انه العقد يا كابتن دلوقتي في رسوم كبيره جدا بتبقى محطوطه عليه، في حاجه اسمها القيمه المضافه 14%، في حاجه اسمها قيمه الضرايب مش عارفه كام في الميه، في حاجه مش عارفه اسمها رسم التنميه كام في الميه، فده كله بيتحمل مع على النادي لانه ده بيروح لجهات الدوله المختصه. اللاعب النهارده تيجي تفاوض معايا يقول لك طب اديني نت يعني صافي، ما ينفعش اديك صافي وانا النهارده هخالف اللائحه واخالف القانون، فبحمل الضرايب دي على قيمه العقد كلها وبتروح من عقدك ده. يعني النهارده اللي بياخد 20 مثلا يعني هتلاقي منهم 8 مليون جنيه طايرين، ده قولا واحدا. هو يعني زي ما قال المستشار مرتضى امبارح في المؤتمر ان 8 مليون و2 مليون ضرايب يبقى صافي 6 مليون. يعني مبلغ برضو مش هاي مش جامد قوي. عشان الزمالك ده نادي الزمالك، هو نادي الزمالك تاخد كام في نادي الزمالك بالظبط؟ يعني هو النادي الاهلي ده رقم زهيد على فكره. هم بيدوا اكبر عقود والانديه، ده في انديه ثانيه دلوقتي بقى فيوتشر وبقى بيراميدز دلوقتي بيدي برضك مبالغ كبيره بالزبط. يعني مبالغ اكبر من الزمالك بكتير بالظبط. وفي نفس الوقت انت ما بتتكلمش على لعيبه بتاخد ملايين الملايين وما بتلعبش قاعده، هو ده ما يعتبرش برضك حد ومحدش بيتكلم عنهم. يعني انت بتتكلم على الحاجات اللي داخل. طب ما في لعيبه كتير وفي انديه كتير عندها مشاكل للدجا محدش بيتكلم عنها صح، لانه كمان النهارده لما بتيجي تشتري لعيب يعني في لعيبه جت بملايين الدولارات وما لمستش الكوره في انديه معينه بملايين الدولارات، ده اللي دفعت للنادي راحها ب 2 مليون ومليون و800 ومليون و500 دولار، بيتكلم ب 45 و60 و70 80 مليون جنيه غير عقد اللاعب نفسه. انما هنا يجي يحسب لك عقد اللاعب على الاربع سنين ويقول لك كانه الزمالك دفع للاعيب معاه 100 مليون ولا ده هياخد 100 مليون. يا عم هو كمل، ده لسه ما بقاله 6 شهور، ده ممكن نهايه الموسم ما تشوفوش، يعني دفع له سنه واحده بس، لو كمل معانا ربنا يبارك له في رزقه والكلام ده كله.